في أول حكايتنا بنشوف بنت لطيفة مع شاب وسيم وبتقرب منهم بخطوات ثابتة، بنت جميلة بشعر طويل وهي خطيبته، وبتكون متعصبة على الآخر وتقريبا كده بتتخانق. ودلوقتي بنروح لمكان تاني، مش بس كده بنلاحظ انه في عالم تاني وقدامنا اندو وكوباتي وهم طلبة في ثانوي واللي موجودين في نادي الألعاب، وهي مهووسة باللعبة اللي بتحبها وشغلة كل تفكيرها وبتحاول تجره معاها، وهو بيوافقها لأنه مشدود لها وعندها الفكرة، يعلق على أحداثها والحكاية بتعجبه وبيبدأ ينفذها. وإحنا بنروح معاهم لعالم أكاديمية السحر وبنشوف معاهم فيني بنت لطيفة بشعر بنكاوي وداخلة مطعم الأكاديمية وهي قلقانة لأنها دخلتها بشطرتها في السحر مع إنها الوحيدة اللي مش في الطبقة المالكة عكس كل الموجودين واللي عينيهم عليها لإحساس منها مختلف. اما الشاب الوسيم اللي قدامنا هو الامير رغفل، وهو كمان رئيس اتحاد الطلبة في الاكاديمية اللي بيتعلموا فيها فنون السحر، وبيتقدم وبيعرض عليها خدماته وهي ما بتصدق، وبطريقة رقيقة بتطلب من الامير الوسيم انه يفهمها درس في السحر صعب عليها. وبعدها بنرجع لاصحابنا واللي قدامهم كل اللي بيحصل ومبسوطين على الاخر. وفي بداية الكلام بتسأل فيني الامير عن حاجة في كتاب السحر اللي في ايديها، لكن بنرجع للقطة اللي شفناها من شوية وان ليزي خطيبت الامير واللي بتحبه لكن غرورها بيخليها تداري مشاعرها، وبتبدأ هجومها على فيني وازاي قاعدة لوحدها مع خطيبها، ومع انهم بيحاولوا يفهموها حقيقة الحكاية فهي مكملة وبتقول لها الاكاديمية دي مقتصرة على الطبقة المالكة، فالطبيعي ان دروسها تكون صعبة عليكي وكان ممكن تطلبي مساعدتي ولا لازم يذاكر لك امير وسيم. وفي اللحظة دي بنشوف صحابنا اللي عايشين جو الاثارة مع كل اللي بيحصل، واندو ما بيقدرش يكتم انفعاله وبيديها صرخة بترج الكون، وبيحصل شيء ولا في الخيال، وفجأة بيتحول كل اللي هم شايفينه لعالم حقيقي، والامير جوه عالم السحر بينتبه لصوتهم وكأنه بيسمع اصوات من السماء وبتديله طاقة زايدة من السحر، اما البنتين فواقفين ساكتين وده بيخليه يحس ان هو الوحيد اللي سمع الصوت ده. وليزي بتكون بص عليه ومستغربة من حاله، والصوت لسه مستمر وبيكلمه عنها وانها جميلة وعن انها بتحبه لكن غرورها بيخليها تداري عنه، وباستغراب بيسألوه البنتين ايه اللي حصل له، فبيقول لهم بثقة حكماء السحر المقدس اختاروني وبيكلموني. وفي نفس اللحظة بيكونوا اصحابنا مبهورين من وصفه ليهم وانه ده اغرب حاجة ممكن يكونوا توصفوا بيها، وهي بتقوله والله فكرة ده اللعبة حلوت وبقت اخر جنان بس هنلعبها، فبيقول لها ما بلاش. وبعدها هما الاتنين مع بعض بيصدموا لما بيشوفوه بيكلمهم وهو اخر تأثر، وده كمان بينحن لهم اعترافا منه لقيمتهم وهما متجننين من اللي بيحصل معاهم. فبتقوله انا بدأت اتلخبط ولازم اتأكد انه هينفذ كل اللي هقوله عليه، وعينيها بتلمع وهي بتقول للامير نفذ كلامي قرب من ليزي وحضنها. والامير بيتوهم وبيقول رغم انها خطيبتي بس مش واخدين على بعض للدرجات دي لكن لازم انفذ، وبيشجع نفسه وبيقرب منها وبتبدأ الرومانسية تعمل عمايلها معاه، وبيقول ازاي عمري ما اخدت بالي من كل الجمال ده قبل كده، اما هي فمديها احساس بيزود من احساسه بيها. والغريبة ان كل ده بينتقل لصاحبتنا واللي مدياها صريخ وتشجيع، وخلاص راحت منها ومش نافع معاها اي تهدية وبتقول شكلهم كيوت على الاخر انا مش قادرة، ومكملة في كلامها للامير وانه يبصلها لانها كيوت قوي. ولما بينفذ بيلقاها وشها احمر ومكسوفة على الاخر ورقيقة بشكل عمره ما شافه قبل كده، وصاحبتنا المجنونة لسه مش قادرة تسكت روحها ونازلة ضرب في صاحبنا وهو بيقول لها بطل ضرب فيا، اما الامير فبيقول كنت مستعد لضربة الم منها كتمن بسيط لاحساس جميل لما قربت من ارق حد شفته. وبعد ما بتهدى كوباتي بتعرفه سر اهتمامها بنجاح قصة حب الامير وليزي، لانه لو ما حبهاش حزنها يتحول ليأس يسيطر عليها، وده اللي هيخلي السحر يحولها لوحش وتحصل لها النهاية المأساوية. وفي الاخر بتقوله اننا لازم نخلي الامير يقع في حبها علشان ينقذها، وبتجيلها فكرة جديدة وبتروح تنفذها وبتقول للامير انا اقدر اعرف مستقبلكم ومستقبل ليزي هيكون مأساة وانت الوحيد اللي ممكن تنقذها، وعلشان ده يحصل هنستمر نقول لك نصايح، اما هو فبصص
للسماء وبيقول حقيقي هم حكماء مقدسين، وبيوعدهم ينفذ أوامرهم، وبيقول لهم اسمحوا لي عندي أسئلة. وكوباتي بتقول لا، لازم نحسسه إن لنا هيبة، فبتقول له هو سؤال واحد بس. وبيبدأ الأمير يتوتر وبيقول أسأل عن إيه ولا إيه، وخلاص بينهار. وبعد كل ده بيسألهم يعني إيه إنها مغرورة، والغريبة إنه بعدها بيبدأ يأنب نفسه بنفسه وبيقول كان بلاش الأسئلة الهايفة دي. وبيلقاهم بيقولوا له الإجابة وإنها بتبين عكس اللي جواها، ولما بيبص عليها بيقول فعلا هي دي بالظبط ليزي، وبيعرفوه إنه الوحيد اللي قادر يسمعهم. وبعدها بيشجعوه إنه يتصرف صح، وبيقولوا له خلاص ارجع، ممكن تكون جلسة دراسة ناجحة ليكم انتوا التلاتة. ولما بيرجع للبنتين وبيبص على ليزي، بتكون ليزي انسانة تانية غير اللي كانته من دقايق، وده بسبب ثقتها في حب خطيبها الامير ليها، لدرجة انها بتشرح لفيني الدرس اللي مش فاهماه. اما هو فبصص لها وبيقول احسن حاجة حصلت لي اختيار الحكماء ليا، وانهم عرفوني حقيقتها، والظاهر ان الحكاية عجبته وبيقرب منها، فبيلقاها بقت كيوت اكتر. ودلوقتي بنروح لاصحابنا اندوكو باتي واللي في طريق مروحه، وهي بتقوله كان يوم مليان بالسحر، وهو بيرد ايوه لدرجة اني مش عارف السحر عندنا اكتر ولا في عالم السحر، وبيتفقوا انهم يستمروا وهي مش ماسكة روحها. وبعدها بتقوله وعلشان نسيطر اكتر لازم تيجي وتلعب عندي ومحدش هيعترض، وبعد شوية تردد بيضطر يوافق، فبتقوله هنعمل سوا نهاية سعيدة في احداث قصتنا لبطلتنا ليزي. اما دلوقتي فبنشوف اضاءة ومشهد تمثيل، وقدامنا نجم وسيم بيأدي دور براعة، وهو كريس، وكل الستاف بيقوله برافو عليك تمثيل رائع، والمشهد بيخلص وهو بيقعد مع نفسه ومعاه اسطوانة اللعبة اكاديمية السحر، وبيتكلم كأنه في حوار مع البطلة اللي قدامه، وبيبلنا انها فيني، وهو بيقول قريب هقدر اقابلك. اما دلوقتي بنروح للامير وبنلقاه لسه متيم بقربه من ليزي، واللي هي كمان بيكون حالها من حاله وقربه منها قوى حبها له، وبتقول لازم احافظ على حبه اللي كسبته. بنشوف لقطة من الأكاديمية وفيه قدامنا بنتين حلوين في وقت الغدا، فيني نازلة أكل وكأنها بتشوفه لأول مرة في حياتها، أما ليزي فبصلها باستغراب وقاعدة بتشرب الشاي وتحس كده إنها أميرة في نفسها. بنشوف الأمير بيدخل المكان وعينيه رايحة عليها وهي بتاخد بالها منه، فبتزبط روحها وبترجع ولا كأنها شافته. وبنروح لصحابنا واللي بيبدأوا يكلموه وهو بيحس إنها أوامر الحكماء المقدسين زي ما هو متصورهم، اما هما فمن شوية كانوا قاعدين وبيتفقوا يعملوا اجمد حاجة عندهم، ومتأثرين لدرجة الدموع على ليزي اللي مش عارفة تعبر عن حبها للامير، وبتتقل من مشاعر اليأس اللي هتوصلها لنهاية مأساوية بسبب سحرة الشر اللي هتسيطر عليها، ويضطر الامير ياخد قراره الفظيع، وبيتفقوا مع بعض انه ده لا يمكن هيحصل ابدا، وهيعملوا بنفسهم نهاية سعيدة ويقربوهم من بعض. وبنرجع لأميرنا وبيلمح ورقة ورد على شعرها، فبيطلبوا منه يشيلها لها وهو بينفذ على طول، وأول ما بيقرب منها البنت بتولع والأحمر الجميل بيلون خدودها، وبتداري خجلها بزعقها له وبتقوله ازاي تعمل كده قدام الناس دي كلها، واللخبطة باينة عليها على الآخر، وبتكشف مشاعرها له، فبيقرب منها يوشوشها يعني ما عندكش مانع لو عملت كده واحنا لوحدنا، وبتتفاجئ من جرأته اللي بتخليها تسكت خالص. وصحابنا بيكونوا متأثرين على الآخر، فبيحبوا يزودوا من تاتش الرومانسية في اللقطة شوية، فبنشوف ليزي وفيه شعاع نور بيغطيها كلها وهو مصدوم من اللي شايفه، وبعدها بيقول انها اخدت بركة مقدسة، وكل الموجودين مبهورين من اللي شايفينه وبيتأثروا بسماعهم عن البركة المقدسة لأميرتهم، وبتكون هي نفسها بتحاول تفهم اللي بيحصل لها بس فرحانة من الكلام الحلو اللي بيتقال عنها. وبيدخل بال فبيشوف الاحتفالية اللي حصلة وهو مستغرب، ففيني بتفهمه ايه السبب، وبيكون لسه الاحتفال شغال والحكاية بتولع مع صحابنا، وبيتحمسوا انهم يزودوا من التاتش شوية كمان.
وبنلاقي بال بيوصل له نصيب من الأنوار المقدسة، وهو مستغرب على الآخر وبيقول ليه ده بيحصل معايا، والأمير بنفس حماسه بيقول نفس كلامه، وصحابنا بيعرفوه إنها ميزة له علشان تمنحه قوة يدافع بها عن فيني لأنه فيه أخطار هتقابلها. وأميرنا بيوصل له الرسالة زي ما هي وإنك لازم تفضل جنبها، وهو بيقابل كلامه وكأنه كان مستنيه، وبنشوفه ومعاه ليزي بينحنوا قدامه بشكل أوفر قوي وبيعهدوه إنهم يسمعوا كلامه، وهو بيجريهم بابتسامة منه بس مش فاهم ليه، فبيقول لازم أشتغل على نفسي أكتر من كده. وصحابنا بيكونوا عايشين مع كل اللي بيحصل، وبنروح للأكاديمية وبنشوف أرثر. أول ما بيشوف الأمير بيهزر معاه على إنه سمع عن خناقة عليه ما بين ليزي وفيني، وهو بيرد كان سوء فهم عدى خلاص، وبيسأله عن فيني ويا ترى شايفها لطيفة ولا لأ، فبيجيب آخره منه وهو بيقوله بلاش تلمحاتك دي لأني عندي خطيبتي، فبيرد عليه خلاص خوفتني قوي كان قصدي أهزر، وبقولك برضه هتعرفني عليها لأنها شاطرة في سحر الشفاء. وأميرنا بيشغل دماغه وبيقرر مبارزة تبين إذا كانت هتنفع ولا لأ، وبيروحوا يقترحوا عليها فبتوافق، وبعدها بينضم لهم بال في مبارزة جماعية. بيسألوا ليه إحنا الاتنين قصادها هي لوحدها، لكن في لحظة بيعلن المبارزة وبسرعة جدا هي بتجري ناحيتهم وكأنها سهم وانطلق، وبقبضة ايدها بتحدف أرسل لبعيد جدا وبتكمل على بال مع انه معاه سيفه بس ولا بينفعه، بتحدفه الأبعد وقوتها معدية، والمبارزة بتخلص والشباب متبهدلين على الآخر، وأرسل بيستعمل لنفسه سحر الشفاء ولسه مش مصدق أما بال، فبنشوفها وهي بتستعمل سحرها في علاجه، فبيبتسم وبيقول لها ما يبانش عليكي القوة دي كلها، فبتعتزله بشدة وبتقول له ما قصدتش استعمل كل قوتي، وهم لسه بيسألوا نفسهم إزاي هي قوية كده، والأمير بيقول له أنا بشوفها بتستعمل تعويذة خاصة قبل القتال، وكمان في حكاية عن قطاع طرق هجموها وبعد إصابتها عملت تعويذة رجعت بيها سليمة من تاني، واللي بيحصل إنه أرثر بيعجب بيها أكتر. ودلوقتي بيبص الأمير فبيشوف ليزي مستخبية منه، وهي أول ما بتلمحه بتحاول تعمل نفسها جاية من ناحية الأكاديمية وبتقول صوتكم العالي قلقني وأنا في الفصل، وفي الوقت ده صحابنا بيفهموه إنها بتكذب عليه علشان تداري على حبها له وغيرتها عليه واللي بتخليها تروح وراه في كل مكان، وهو بيبص عليها فبيشوفها قد ايه جميلة حتى وهي معنده، والظاهر انه أرثر بيحاول يلطف وبيلمس ايدها فبيكون جابه لنفسه وبياخد جزاؤه مع كلمتين منها يعلمه الادب، وهي بتروح لفيني وبتقول لها ايه اللي معاكي دي، فبتجاوبها ما قدرتش اجيب غيرها، فبتقول لها دي زبالة وبتكسرها وبترميها على الارض ومحدش فاهم هي اللي بتعمل كده. أما فيني فشكلها زي اللي خايفة منها ليكون الدور الجاي عليها وتكسرها، واللي بيحصل غير كده خالص، وبتبين عصاية جديدة وجميلة فبتقدمها لفيني، والغريبة إن ملامح وشها كأنها بتأمرها مع إنه جواها مشاعر لطيفة وعايزة تساعدها، وأميرنا بيتجنن على الآخر وبيقول أنا بحبها ليه بتداري رقة قلبها، وهو لسه غرقان في إعجابه بالجميلة العنيدة وشايف إنها كيوت قوي وأخدت قلبه، وبيتقدم يقنع فيني تاخد العصاية علشان يحقق لليزي رغبتها، وفيني بتقول ما أقدرش أستعمل عصاية غالية كده، لكن لما بتلاقي الكل بيلح عليها بتشكر ليزي وبتاخدها. وبنشوف أميرنا بعد ما فهم الحكاية بيشكرها على رقتها، وهي زي عادتها الأحمر الجميل بيلون وشها، وبتسابهم وبتمشي بسرعة، وأميرنا بيقول حبي ليكي بيزيد أكتر وأكتر. بنشوف حوار حاصل وليزي بتلاقي مع فيني دفتر قديم ومتبهدل وبتوبخها، فبترد اعمل ايه هي دي اللي قدرت اجيبها، فبتقول لها ما ينفعش تيجي اكاديمية السحر الملكية بدفاتر زي دي، اما اصحابنا زي عادتهم عايشين معاهم طول الوقت وبيشوفوا ان ليزي اكيد عايزة تساعدها بس لسه معندة. اما دلوقتي فبنشوف تدريب على السحر وفيه طالب بيحول الريشة لطائر وبيطير قدامنا، ولما بيجي فاب بيستعمل سحره مع الريشة فبيحولها لتنين عملاق وسط ذهول باقي الطلبة، واصحابنا بيقولوا ان هو سحره في حتة تانية خالص، وانه دخل الاكاديمية مخصوص علشان يتعلم ازاي يقدر يتحكم في قوة سحره لانها زايدة عن حدها،
وبعدها بيكون الامير جاي ومعليزي وبيتفاجئوا بان ارثر بيخبي فيني منهم ومش عايزهم يشوفوها ابدا، وبيقول للامير يلا بعد ليزي بسرعه من هنا وما تخليهاش تشوف، لكن فيني بتفلت علشان ترحب بيهم. وليزي اول ما بتشوف العصايه بتاعتها بيبان غضبها وبتقول لها عارفه لون الشريط اللي في العصايه بتاعتك بيدل على ايه؟ فبتكون مش فاهمه حاجه، فبتكمل ليزي بيدل على لون عينين او شعر الشخص اللي بتحبيه، ودي عاده مشهوره لطلبه الاكاديميه. وبعدها بتتحول قدامنا وهي بتسالها قصدتي ايه لما اخترتي من بين كل الالوان لون عينين الامير؟ انت بكده اعلنتي الحرب ضدي. والمصيبه الاكبر في انه ازاي جبتي الشريط الحرير ده؟ هو ممكن يكون الامير اللي ادهولك؟ وهو بيقول والله ما عملت كده. وفي اللحظه دي فيني بتفكرها بالحوار اللي دار بينهم في الفصل وبتقول لها بعدها اديتيني مجموعه الدفاتر وكانوا مربوطين بالشريطه دي، وانا كل اللي عملته اني حاولت اقلد باقي الطلبه في اللي عاملينه وبس كده. وفيني بتشكرها على الدفاتر دي وكمان الملابس الجديده اللي بتديها لها. وليزي بتقول بنفس طريقتها ابدا انا اديتها ملابس المستعمله اللي مش عايزاها. والواقفين بيستغربوا بيقولوا ازاي ملابسك القديمه هتكون بنفس مقاس فيني؟ وكل بيعرف انها مخبيه مشاعر لطيفه للي حواليها ورا اسلوبها الجد اللي بتبينه زي اللي حصل دلوقتي، وهي بتنصح فيني تخلي بالها من نفسها بس كانها بتخانقها وبتشاور لها بسيفها في وشها. وامرنا بيلمح الشريطه اللي هي ربطها حوالين سيفها وبيقول معقوله دي الواني؟ معقوله تكون ليزي الجميله مهتمه بيا للدرجه دي؟ وبيسالها مين اللي عمل لك الشريطه دي؟ اتمنى لو يعمل لي واحده شبه الوانك. فبتقول له انا اللي عملتها بنفسي وهعمل لك واحده بس اصبر واياك انك تستعجلني. وبعدها بتمشي. وفيني بتقول قد ايه هي لطيفه لما تفهمها، والامير بيوافقها. وبعدها بيشكر صحابنا لانهم فهموا طبعها. ودلوقتي بتروح فيني تشكر ليزي على اهتمامها بيها، فبترد بتشكريني وانا لسه مزعقالك؟ فبتقول لها بس بتهتم بيا غير باقي الطلبه اللي بيبعدوا عني. وليزي بتقول لها عندك الامير ممكن يساعدك كمان، فبتعرفها بانه زيك بالظبط بيعطف عليا مش اكتر، وغير كده الكل عارف بانه مفيش حد يقدر يقف بين اتنين غرقانين في الحب زيكم. وليزي بتقول لها مين اللي قال اننا غرقانين في الحب؟ فبيدخل بال وبينضم برايه في اللي بيقولوه وانه شايف كده برضه. وفيني بتوصف أميرنا كأنه أسد بيبص لقطته الكيوت وهي ليزي ومبسوط بيها، ومخليين البنت قدامهم من كتر كسوفها مش قادرة تتكلم فبتسيبهم وبتمشي. وبال شكله كده بينتهز الفرصة وبيسأل فيني هتروحي فين بعد الأكاديمية؟ فبتقول له هدرب نفسي على صيد الوحوش وممكن أصطاد كمان حاجة للعشاء. فبيقول لها حاجة معاكي أحرسك؟ وبترد عليه لا ما تتعبش نفسك أنا قوية كفاية إن أحمي نفسي. فبيعرفها إنه ده أمر من سموه بحمايتها فبتوافق، وبيروحوا سوا للغابة. وفي الطريق مع بعض بتسأله ليه ما فيش معاه عصاية زيهم؟ فبيوريها سيفه وهو الأقوى. وبعدها في الطريق بيحكي لها قصة عنه وعن عيلته وتقاليدهم وانه لازم يتجوز واحدة من بنات عمه مع انه ولا واحدة فيهم مناسبة له، وهي بتقترح عليه يتخلص من تفكيره ده شوية بالمغامرة اللي هيعملوها. وبيدخلوا سوا منطقة الغابة الغامضة وهما الاتنين بيحاربوا الوحوش اللي بتقابلهم واحد ورا التاني ومخلصين عليهم كلهم، وهي مبسوطة من المغامرة دي بس بتلاحظ انه مفيش النهاردة لحمة على العشاء. فبيقول لها احنا لو لقينا وحش ضخم وقضينا عليه هتكون لنا مكافأة ذهب من المملكة، وهي ما بتصدق وبتقول لازم ناخد المكافأة دي وكمان هلاقي اللحمة للعشاء. وبيبدأوا يستعدوا للقتال، فبيلاقوا قدامهم وحش عملاق بيهاجمهم وبيحاول بال يحاربه بسيفه وبيحميها منه وبيبعدها عنه. فبتكون فيني خايفة عليه من الوحش الشرس وبتفتكر لقطة من الذاكرة. وبعدها بتعمل تعويذتها الخاصة اللي بتمنحه بيها قوة دعم بتزود قوته، وبيقاتل الوحش وبيخلص عليه، وبيرجع يشكرها على مساعدتها له بتعزيز قوته وبيطمن عليها، لكنها بترد عليه بطريقة غريبة وبتقول له كان لازم انك تهرب وتسيبني احاربه لاني قوية جدا، وكمان انا اقدر اشي نفسي من اي اصابة ممكن تحصل لي، اما انت فاضعف مني بكتير، هعمل ايه لو مت وانت بتحميني زي ما حصل قبل كده؟ ولما بتقول الجملة دي بتنتبه لها باستغراب، وبال بيقول لها صحيح انك غلبتيني في المبارزة وحكمتي عليا باني اضعف منك، بس انا ضعيف من اجلك انت، وازاي اشاور بسيفي قدام بنت كيوت زيك؟ انت الاستثناء الوحيد اللي في حياتي، وتأكدي من اني اقوى مما تتصوري قدام اي حد واي مخلوق.
وكلامه بيأثر فيها لكن بشكل غريب على الآخر، فبتقول له اسكت، وهي بتجري من قصاده، والظاهر انه المفاجأة طيرت عقلها، وهي نفسها بتقول معقولة انا عملت زي ليزي بالظبط. ودلوقتي بنشوف ليزي قاعدة بتعمل الشريطة اللي طلبها منها الأمير وابتسامته اللطيفة ليها، لكن فجأة للأسف إحساسها بيتغير وبتتسرب لها ساحرة الشر باليأس، فبتقول لولا إنه ولي العهد وخطبته ليا واجب عليه ما كانش ابتسم لي أبدا، أما أصحابنا فسمعينها وهيتجننوا منها وبيقولوا بعد كل اللي بنعمله ده إحنا كنا خلاص وصلنا، بس بعدها بيهدوا نفسهم وبيقولوا إحنا ولا هنستسلم وهننقذ جميلتنا. وبنشوف قدامنا شخص كنا شفناه قبل كده ومستمر في محاولته وبيقول ليه مش قادر انجح مع اني دي اكتر حاجة انا مهووس بيها اني اكون في العالم ده وبسرعة، ويا ترى ايه حكاية الشخص ده؟ بنشوف ليزي في حوارها مع فيني وبتسألها عن مساكن الطلبة اللي هي قاعدة فيها، ويا ترى الأكل فيها بيعجبك؟ فبترد أيوة كويس بس مش بيقدموا لحمة كفاية، لكن ليزي بتكون محتارة في سؤالها. والأمير بيوصل وبيفهم حيرتها وبيجيب سيرة أجازة الصيف، فبتحس إنها حاجة لطيفة منه، وفيني بترد عليهم بإنه السكن بيقفل في الأجازة وهضطر أطبخ لنفسي لأني عايشة لوحدي. وبعدها بتحكي عن أمها وإننا كنا دايما بنهرب من الناس اللي بيطردوها بسبب مشكلة بينها وبين أحد النبلاء، وفضلنا ننتقل من مكان لمكان، وأنا من ساعة ما رحت الأكاديمية مش عارفة مكانها. ليزي بتتأثر من كلامها على الآخر وبتقول لها ما ينفعش ما تهتميش بحياتك بالشكل ده، لكن بتبقى مولعة من غضبها، وفيني بتهجيها وبتقول لها ما تزعليش مني بس ما عنديش مكان أروحه. وأميرنا بيكمل ليزي اللي هي عايزاه وبيعرض عليها تستضيفها عندها وبكده هتقدر تحميها، وفعلا فكرته بتعجبها وبتقول قصرنا أكبر مكان فيه أمن وأمان، وكمان أنا عندي 3 إخوات يعني وجودك مش هيفرق معايا، لكن زي عادة بترجع تداري. وبتقول له خلاص انا موافقه على امر سموك طالما انت مصر. واصحابنا بيقولوا مش ممكن، مش بتتخلى عن عندها ابدا، واحنا هنديها في العند 10 من 10 مع انه باين عليها قوي انها مبسوطه. وامرنا بيقول حبيبتي كيوت قوي وهي فرحانه. وبيقول لي فيني انه القصر بيطل على البحر وده معناه مأكولات بحرية طازة، وزيادة على كده لحمة متوفرة دايما، وهي عينيها بتلمع وبتتحايل على ليزي تاخدها معاها، فبتقول لها ماشي موافقة. ودلوقتي بيوصل بال، وفيني اول ما بتشوفه بتعتذر وبتجري بسرعة، والامير بيقول واضح جدا انها بتتهرب منه. وبعدها ليزي بتسأله عن جولته اللي هيعملها في الصيف علشان يتفقد الملكيات زي عادته، وبيقول لها فعلا هعمل كده نيابة عن والدي. فبتسأله يبقى اكيد هتزور ملكيتنا، فبيرد لا لان عيلتك جديرة بالثقة. والغريبة انها بتقوله مش صح ابدا انك تثق في حد من غير ما تتأكد منه، وبيبان لنا انها زعلانة لانها مش هتقدر تشوفه طول الاجازة، فبيعرفها اميرنا انها تستنى منه رسالة هيبعتها لها، وهي بترد ما تتعبش نفسك ولو عندك وقت فاضي خده في الراحة، فبيرد عليها حاضر هعمل كده. اما دلوقتي فبنشوف موكب الرجوع للقصر وهي وفيني في طريقهم، وفيني مبهوره بالجمال اللي حواليها وبيقربوا من المكان فبتكون مبهوره اكتر. ولما بيدخلوا القصر بتعرفها باخواتها التوأم ادلي وكاسي، والصغيره هي سيلي، وبعدها بيوصلها الخادم لاوضتها وبيقول لها استريحي شويه وبعدين تعالي في الصاله. ولما بتكون مع نفسها بتجرب السرير المريح ومخليها اخر انبساط، لكن لما بتحاول تروح للصالة اللي بيحصل انها بتوه في اوض القصر الكتيرة. ولما بتوصل ليزي بتكون مستغربة ازاي هي تتوه جوه القصر، فبتقول لها مفيش حل غير ان قطك تكون جنب قطي، وكمان فرصة انها تعلمها فن الاتيكيت. وفيني مستغربة ليه تتعلمه وهي مش هتستعمله، فبتزعق لها وبتقول لها انت مش عارفة مصلحتك، ده شيء مهم وانت بتخططي لمستقبلك، فبتقاطعها وبتقول لها مستقبلي معروف انا هشتغل غامرة، وبترجع تشخط فيها وبتقول لها ما تستعجليش وإلا هتكون نهايتك سيئة، والأحسن ليكي تاخدي وظيفة عند حد من النبلاء تقدمي له هو وعيلته الحماية بقوتك الخاصة. فبتكمل انه ده لازم له معرفة بفن الاتيكيت لمعاملة الطبقة الملكية. اما اصحابنا بيقولوا عنها مهتمة جدا بمستقبل فيني ومتأثرين على الاخر من قد ايه هي رياء قوي. ودلوقتي بنشوف الامير في جولته ومعه ارثر وبيتكلموا عن صعوبة الرحلة، وبين كده ان الزيارة لمصنع قماش، اما ارثر فمديه هزار. والامير بيبص على قماشة بتعجبه وبيتخيلها فستان روعة على ليزي حبيبته واللي شغلة باله وبيشوفها في خياله وكأنها قد
قدامه بنفس ابتسامتها الجميلة. ولما بنروح للقصر بنلاقي فيني مبهورة بكل حاجة، والإخوات بيقولوا لها هو أي حاجة عينك تيجي عليها بتندهش منها، فبترد ده لأنها مدهشة فعلا. وليزي بتنادي عليهم علشان يشربوا الشاي سوا، لكن المفاجأة إنهم بيجروا بمنتهى السرعة، وفيني بتقول البنات دي سريعة قوي في الهرب. وبيقعدوا هما الاتنين في حديقة القصر بيشربوا الشاي سوا وبيفتكروا اللخبطة اللي حصلت المرة اللي فاتت. ليزي فجأة بتتحول وبتزعق لها على طريقة صب الشاي وانه لازم السكر يكون اقل من كده، وبرضه تاكلي على مهلك اكتر من كده، وفي كل ملحوظة ليزي مديها زعيق، وفيني بتقول حاضر. وليزي بتقول لها انت اتعلمتي بسرعة وبقيتي احسن من الاول بكتير، وكلامها بيفرح فيني وبتشكرها. وبتقول لها عندي حكاية من طفولتي، وأمي كانت مهتمة تخليني أمثل دور الأميرة وتعلمني طريقتها وتصرفاتها. وليزي بتقول لها عندك أم ذكية جدا، فبترد عليها كانت تشبهك قوي وهي بتلعب دور الأميرة، لكن مش عارفة ليه خلتني أعمل كده. ولما جيت وعشت هنا أيام شفت قد إيه إنه العالم اللي بتعيشي فيه مختلف عني، وبرضو العالم اللي فيه بال. فبتسألها ليزي عن اللي حصل بينهم، وفي لحظة فيني بتتخض، فبترجع تقول لها لو مش عايزة أتعرف فيني بلاش، بس فيني بتقول لها لا هقولك، وبتحكي لها عن اللي حصل بينهم. وليزي بتكون مستغربة منه على الآخر، وبتقول لها رغم شطارته في القتال بالسيف لكنه غبي فهم الرومانسية، ويمكن يكون استعجل الأمور وعرفت انه رجع السيف اللي أخده من والدي، وده دليل على تضحيته بكل شيء علشانك، وده هيخسره كتير. وفيني بتتخض من المصير اللي مستنيه، وبتقول لها أنا مش عايزة ده يحصل له أبدا، لكن ارتحت لما حكيتلك. أما دلوقتي فبنشوف ليزي مع نفسها وبتقول الحب سؤال محير، وبتتفرج على الشريطة اللي طلب منها الأمير صنعها له، واخواتها بيتفرجوا عليها وبيقولوا هو ده الشريط رقم كام، وبرضه مش بيعجبها وياريت سموه يعرف درجة اهتمامها بيه. وفي الناحية التانية أميرنا ومعها أرثر، فبيلقاه واخد الموضوع بجد، فبيقوله معقولة تكون عايز تضيع الأجازة من غير ما تشوفها؟ اوعى تنكر انها وحشتك، ولو انت ما عرفتهاش بحبك مش هتعرف لوحدها، عرفها قد ايه بتشتاق لها. والظاهر كده انه الكلام الخبرة جاب نتيجة معاه. ولما بنروح لليزي بنلاقيها مستمرة في عمل أحسن حاجة عندها كهدية منها للأمير، وبتلمح شعاع نور جاي من السماء وبتطلع، فبتشوف طائر جميل من نور وفي رجله فيه رسالة، وهي بتاخدها وبعدها بتصدم. أما دلوقتي فبنشوف القصر كله مقلوب وحالة من الاستعدادات، والأهم تجميل ليزي. وفيني بتقول لها سمو هيتجنن من جمالك أول ما يشوفك، وبيظهر موكب الأمير، وبعدها ليزي بتقف تحييه وراه فيني واخواتها، وبتعتذر له لسفر والدها لكن بتعاتبه لأنه عرفها بوصوله قبلها بيوم واحد، وإنه كان لازم له يفكر أكتر، وصحابنا بيترجموا له قصدها وإنها كانت محتاجة وقت أطول تجهز نفسها لاستقبال حبيبها، فبيفهم قد إيه اهتمامها بيه. وبنشوف قدامنا لقطة رومانسية ولا أروع، بيعبر لها عن إنها وحشته قوي وجالها بسرعة من غير تفكير، واصحابنا بيقولوا له ايوه كده فهمت ازاي تتعامل معاها. اما ارثر فقلبها هزار مع البنات الحلوين لحد ما بتظبطوا ليزي، وبتطلب من اخواتها يدخلوا جوه، فبيروح لفيني وبيقول لها يبقى انت اللي هتتجوزيني، وبتقول له لا، والواد بيصدم من تاني. لكن فجأة الكل بيسمع صوت انفجار، وبنشوف شخص في الانفجار وليزي بتنادي عليه وبيبان انه ابوها، لكن بتبلنا فيه واحدة ورا الانفجار والكل بيجري علشان يعرفوا ايه الحكاية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا اعجاب وقولولي رأيكم في التعليقات. باي باي.